فؤاد شرف الدين، من بطل في الرياضة والأخلاق والإنسانية إلى بطل في الفن عاشقته الشاشات الصغيرة والكبيرة. في العام 1942 أبصر فؤاد شرف الدين النور في بيروت قبل أن تقسو عليه الحياة باكرا، فاضطر إلى متابعة دراسته في الليل ليعمل في النهار. عصامي تنقل بين الرياضة مصارعا ثم ملاكما، حاز على بطولات في دورات لبنانية وخارجية. حلم بأن يكون ضابطا فعاكسته الظروف ليضبط القدر إيقاع حياته على الفن، الذي دخل معتركه للمرة الأولى ممثلا بديلا عن بعض الشخصيات المصرية في زمن السينما المصرية اللبنانية المشتركة. مع المخرج أنطوان ريمي جسد فؤاد شرف الدين شخصية الكاوبوي الأمريكي في مسلسل ديالا، فلفت أنظار المخرجين والكتاب ليسلك درب الاحتراف عبر تصويره مسلسلات بين لبنان والأردن وأبوظبي وقطر، أمنت له انتشارا واسعا في العالم العربي. ومن التلفزيون إلى السينما، حيث برز شرف الدين في أعمال كبيرة من حسناء وعمالقة إلى الممر الأخير، لتكر الأفلام السينمائية وجماهير المعجبين اللبنانيين والعرب بالكابتن الذي حصد الدروع والأوسمة. في أواخر الثمانينات درس الإخراج بالمراسلة، فأخرج عشرات الأعمال التلفزيونية العربية قبل أن يعود فؤاد شرف الدين إلى السينما حلمه الدائم، ويخرج الصرخة ثم حنان والقدر، وفيهما حاكم تجار الحرب اللبنانية، ليطل في العام 1999 من إيفانوفا فيلم يليق ببيروت عاصمة الثقافة. الدرع الثالث لحدا تعب كتير بالسينما اللبنانية بصناعة الفن السابع، وقت كنا عم نعلق لورقة نعوي وعم نقدم له المسحة الأخيرة وعم نبكي وعم نقول ما عندنا سينما، أثبت إنه بالسينما اللبنانية قدر يكون كابتن. بالدراما ما كتير اشتغلت دراما تلفزيونية، بتذكروا بالعقرب، بس اللي بيشوف مشاهده اللي عم تتمنتج بكيندا بيقول فعلا هو كابتن بالسينما وكابتن بالدراما التلفزيونية. فؤاد شرف الدين. كتب المنتج زياد شويري على الدرع الممثل فؤاد شرف الدين تقديرا لعطاءاته على مدى 50 عاما، يوبيل الذهبي، مبروك. بعد اللي سمعته الليلة واللي شفته رح اختصر جدا، رح اقول يا ابراج الدنيا كلها اننا نعتز بابراج لبنان ولو تهدمت. يا ابراج الدنيا كلها اننا نعتز بابراج لبنان ولو تهدمت. بعضنا يعتز بأبراج هدمت، وبعضنا يعتز بأبراج تهدمت. في الماضي حاولوا تدميرنا مرات ومرات، وفي الحاضر يحاولون تغييبنا لفترات وفترات، وفي المستقبل سنكذب كل التوقعات.
كممثل وكفنان، الصحفيين عادة كانوا يسألوني لو ما كنت فؤاد شرف الدين الممثل شو كنت تتمنى انك تكون؟ جوابي دائما كان يكون اتمنى اكون ضابط لجيش الرجل. انما هلا وابتداء من هاللحظة وبعد اللي عم شوفه، إذا سألوني بتمنى أكون عسكري بالجيش اللبناني. طبعا نظري بعده منيح، بس الإضاءة تبعكم، إضاءة هالوجوه الحلوة الواعدة تشبهني حطها وينيت. بهالعيد اللي سميناه او اللي لازم نسميه عيد الوفاء للجيش، واللي هو بالحقيقة عيد الوفاء لأنفسنا. الوفاء للجيش بيعني الوفاء للشعب اللي أقسم الجيش على حمايته وحفظ كرامته وسيادته على أرضه. الجيش درع الشعب اللي هو منه. إذن الاثنين واحد، وإذا جاز التعبير روح وحدة بجسدين أو بلباسين مختلفين. الوفاء لأحدهم بيعني الوفاء للآخر، والوفاء للآخر بيعني الوفاء للسيادة، الوفاء للكرامة والشرف والتضحية في سبيل ذلك. مهما كانت بعض الأحداث الأليمة، التجارب الأليمة اللي مرت بتاريخ جيشنا بيبقى هو الأقل خطأ والأقل ظلم، ولو كان الظلم عدل بيبقى هو الأكثر سعة صدر والأكثر رأفة والأكثر تحمل وبدون انتظار مكافأة أو كلمة شكر، لأنه بالنتيجة بيعرف أنه عم يتحمل من أجل شعبه، من أجل شعبه اللي هو منه وقله. لا كرامة لشعب بدون جيش قوي يحميه، ولا جيش قوي بدون شعب يحبه ويؤمن فيه. ونحن نحبك يا جيشنا، وكلنا للوطن وللعلا وللعلم. عشتم يا جيشنا، عشتم يا شعبنا الذين أنبتتم هذا الجيش، وعشت يا وطني لبنان. في هذا الزمن الرديء أصبحت الحقيقة كالشمس، كلما اقتربنا منها كلما ازداد لهيبها علينا. قصة هذا المسلسل هي من الخيال الأسود لأحداث أليمة وقعت في لبنان، وربما وقعت أو ستقع في بلدان أخرى. حنان الزوجة السعيدة التي انقلبت سعادتها لجحيم بسبب ظروف خارجة عن إرادتها. فؤاد الضابط المخلص لقسمه عينة من شخصيات هذا المسلسل. هناك متقاتلون أحترم إيمانهم. للتاريخ وللعبرة سأحاول وضع مرآة أمامهم وأمام الشخصيات الأخرى. وجيه، نعمي، وطالب وكثيرون غيرهم عينات من نوع آخر. هناك رجال أمن استمروا بالتمسك بقسمهم وحافظوا قدر المستطاع على بعض أمن الناس، ولا أستطيع إلا احترامهم واحترام كل من حافظ على صفات الإنسانية في أي زمان وفي أي مكان. فؤاد شرف الدين.
الصبر طول عمره دوا دوا للي بعزاد قلبه انكوى انكوى والدمعي ممكن يكون كحل شافي للعيون لكن اكيد 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 الصبر طول عمره دوا صبر الصبر 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 يا حنان الصبر صبر الصبر 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 يا حنان الصبر الماضي اللي عم تبكيه والعمر اللي ضيعتيه الماضي اللي عم تبكيه والعمر اللي ضيعتيه ندم وألم ودموع آن الأوان يا حنان تنسي صبر الصبر 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 يا حنان الصبر صبر الصبر الصبر يا حنان الصبر الزمان حكمه صدر علي خان من البشر الزمان حكمه صدر علي خان من البشر واللي ظلم واللي غدر لابد سهم القدر يرميه لابد سهم القدر يرميه صبر الصبر الصبر يا حنان الصبر صبر الصبر الصبر يا حنان حتى لا ينسى آباؤنا حتى لا ننسى وحتى لا ينسى أحفادنا والأهم حتى لا ينسى التاريخ حتى لا ننسى الثمن الذي دفعه الأبرياء لشعارات كانت تطرح وتسوق بالعنف وكانت تتغير قبل أن تجف دماء الضحايا قصة هذا الفيلم هي واحدة من آلاف المآسي التي عانى منها الشعب اللبناني خلال فترة الفوضى التي عمت البلاد وكانت نتيجتها عشرات الألوف من الضحايا الأبرياء هي لا تمت إلى الحقيقة بصلة من حيث الاسم والمكان ولكنها الحقيقة من خلال تشابه المآسي التي حصلت في كل الأماكن وبدون استثناء آباؤنا أكلوا الحصرة ونحن الذين درسنا فؤاد شرف الدين
أحد الأيام السوداء من العام 1975 في مكان ما. بعد مرور 15 عاما على الحادث،
برج إيفل؟ إننا نعتز بأبراج بيروت ولو تهدمت، نعتز بها ولو أن بعضنا يعتز ببعضها الذي هدم، وبعضنا يعتز ببعضها الآخر الذي تهدم. في الماضي دمرت مرات ومرات، وفي الحاضر يحاولون تغييبك لفترات وفترات، وفي المستقبل ستكذبين كل التوقعات. ست الدنيا يا بيروت، سكينة وأهديناك مكان الوردة سكينة، وأهديناك مكان الوردة سكينة. نعترف أمام الله العادل نعترف، نعترف أمام الله العادل نعترف، لأننا جرحناك وأننا تعبناك وأننا حرقناك.
جمانة شرف الدين فنانة خاضت غمار التمثيل، فلمعت نجمة على الشاشات الصغيرة والكبيرة، فكانت دائما البطلة. جمانة شرف الدين ابنة الفنان القدير فؤاد شرف الدين، كبرت مع موهبتها قبل أن تبدأ مشوارها كملاحظة سيناريو ثم مساعدة مخرج مع عدد من المخرجين السينمائيين اللبنانيين، لتعمل لاحقا مساعدة للمخرج الأمريكي في فيلم The Little Drummer. ولصقل موهبتها أكثر فأكثر، درست شرف الدين الإخراج في كلية الفنون الجميلة قبل أن تسافر إلى باريس لدراسة التمثيل. أما في بيروت التي عادت إليها فنالت شهادة الإعلام وتابعت عملها كمساعدة مخرج. اختارتها الأديبة جانفييف عطالله لبطولة المحطة الأولى وموعود بعيونك، لتتولى بعدهما البطولات لمسلسلات وأفلام. في السينما تألقت جمانة شرف الدين في فتيات الرقم الصعب، المحترف والأشباح، إيفانوفا والصرخة، وعلى إثر هذا الفيلم احتلت الممثلة اللبنانية غلاف مجلة ويكند. أما في المسلسلات التلفزيونية فسارت في طريق الشهرة، بطلة على دروب الوفاء، وتنقلت من شارع الطرب، الضحية، العصفورة، حتى بر الأمان وغيرهم. في الأفلام التلفزيونية استحقت شرف الدين البطولة في لقاء والقدر، عيون ثريا، أكشن، مسافرة إلى المجهول، وغيرها من الأفلام. وساهمت شهرة جمانة شرف الدين وإبداعاتها في إدخالها عالم التلفزيون المصري من بابه الواسع، عبر أم العروسة، عصر الأئمة، إلى أن نلتقي والشمس تشرق دائما، لتستمر جمانة شرف الدين البطلة المشرقة دائما في لبنان والعالم العربي. مشاهدي قناة أبو ظبي مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في أماسي جديد. ضيفي أماسي لهذه السهرة آتيان من التلفزيون والسينما اللبنانية ومنتشران في العالم العربي انطلاقا من الإمارات ومصر. ممثل ومخرج أعطى وما زال يعطي السينما والتلفزيون اللبناني. أصبح نجما سينمائيا في أصعب الظروف. خاطر وما زال يخاطر في السينما. قيل عنه أنه تزوج السينما اللبنانية وهي في غرفة العناية الفائقة، فعمل المستحيل ليخرجها. لقب بالكابتن لأدواره العسكرية ولعسكريته في العمل. ضيفتنا انتقلت من وراء الكاميرا إلى أمام الكاميرا، فقدمت العديد من الأدوار من بيروت ومصر في التلفزيون والسينما، حتى لقبتها جريدة الأخبار المصرية، أخبار اليوم المصرية، بنجمة الأدوار الصعبة. أهلا وسهلا بالمخرج والممثل فؤاد شرف الدين والممثلة جمانة شرف الدين.
من جديد نرحب بالفنان فؤاد شرف الدين والفنانة جمانة شرف الدين. أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. أهلا فيك. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام أينما كانوا. نحن سعدين بلقاء أول عبر شاشتنا وببرنامج أماسي أن نلتقي الفنان مخرج الممثل وضع سيناريو الكاتب منفذ الإنتاج منتج لا منتج بعد 10 سنين إن شاء الله. 10 سنين بهذه الظروف جدا. بالظروف اللي عايشينها المنتج شغلي تاني ما لنا علاقة فيها. دغري بلشت يعني بشؤون وشجون السينما من أول كلمة ما الكابتن بالطبع أي. أكيد رح نتطرق لكل هالمواضيع خلال بسياق الحلقة. جمان أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير. بيروت عم بتفور مثل الشمبانيا يا متر، بس الشمبانيا بتلاقي دايما كاس يحتويها كاسك. بتعرف شو عم بيقول عني اقرب الناس الي؟ بعتقد انا اللي بعرف. انت شو رايك؟ رايي كلهم غلطانين للاسف، ما راح يضلوا عايشين تيعرفوا غلطهم. وصلت على البقعه ولا بعد؟ بالطريق. كاسك. قد اكيد اشهر ما تعرف، العالم العربي بيعرفك كثير، اللبناني بيعرفك اكثر كمان من خلال التلفزيون بالبدايه من ثم السينما. لو منعرج لو شكل كثير سريع، ما رحنا نفتح ملفات كثير الماضي والبدايات لانه اطلالاتك كثيره اعلاميا، لكن النقله كانت من التلفزيون الى السينما بشكل سريع، يعني الى درجه انه توقعوا لك بالماضي انك تفشل، انه ابتديت بالتلفزيون وسريعا انتقلت الى السينما وكنت وصرت نجم سينمائي، وكان شباك التذاكر على افلامك يكون مقتص دائما بالمعجبات والمعجبين. الحمد لله. النقله كيف قررتها بينك وبين نفسك؟ باي لحظه؟ للحقيقه هي النقله مفاجئه، ومفاجئه اكثر لانه كان اول فيلم لبناني بعد توقف كثير كبير. نعم. من المعروف انه السينما اللبنانيه مرت بثلاث مراحل. مرحله سينما لبنانيه وهي مرحله الخمسينات، وفيما بعد مرحلة سينما لبنانية مصرية وهي الستينات والسبعينات المشتركة، ومرحلة سينما السبعينات أو مرحلة سينما الأخوين شرف الدين، يعني بكل تواضع حضرتكم بتحددوا مرحلة من السينما اللبنانية من الستة وسبعين وما فوق، دعينا بأنه مرحلة سينما شرف الدين. يعني نحن أخوي وأنا، أخوي كمخرج لما بيعمل 17 أو 18 فيلم من اصل 30 او 35 فيلم اللي انصنعوا بهذه الفتره من ال 76 لل 86، اذا تسمى سينما الاخوين شرف الدين. فهلا انا بالتلفزيون كنت وصلت لمرحله بطوله المسلسلات التلفزيونيه، ما يسمى بالبطوله، بطوله النص وبطوله او نجم العمل الى اخره. فكان في مخاطره، النقله على السينما كان فيها مخاطره، الفشل كان ممكن يرجعني بالتلفزيون الى الوراء. هلا كوني ما كنت كثير، وانا عم بحكي عن شاشه التلفزيون، نعم. كنت دائما اقول انا يعني التلفزيون شغلي بتحجمني، يعني او شغلي بشوفها مش لا يعني مش طموحي. طموحي السينما ولازال، ومحاولاتي دائما مستمره، غيري وقف. من البدايه من اول لحظه ابتديت فيها كان طموحك من السينما؟ من اول لحظه كان طموحي السينما مش التلفزيون ابدا، ما شفت حالي ضمن شاشه التلفزيون. مع انه يعني اخذت بطولة العقرب بالتلفزيون. صحيح، بس شفت انه ما بقدر اعمل شو انا بحب اعمل. التلفزيون محدود بميزانية معينة، بديكورات معينة الى اخره، ويلا مثل ما هلا حصل معنا مثلا. نعم. انه قبل خمس دقائق احنا وصلنا على اللقاء. يعني ما بقدر كلمة ممرقة. ما بقدر ممرقة. من هيك سميت الكابتن لانك عسكري بي بي باعمالك وبتنفيذاتك. طبعا انا كنت بانتظار انه حدا يجيبني الساعة 9، فشفتوني الساعة 10 الا ربع، 10 الا 5 على الهواء، يعني طيب ايش الحال؟ معود بس ممرقة. معود على الهواء. معود على الهواء. جمانة لما كنا عم نحكي رح نمشي بلا القاب هيك لنكون مرتاحين. اي طبعا. ذكر بالوقت لقيت فيكم بالسابق انه لما بدي لطف الجو بدي دغري انت اللي عندي سؤال، حاسالك سؤال دغري لك هلا مع انه حان الوقت انه نسالك. جمانة شرف الدين مثل ما ذكرنا عملتي بلبنان
انتقلت من وراء الكاميرا الى امام الكاميرا. صحيح. دراستك اخراج بالاساس بالجامعه اللبنانيه. الجامعه اللبنانيه. ساعدت باخراج قبل ما طلعتي على الكاميرا؟ ايه طبعا ساعدت يعني اشتغلت كمساعد مخرج بكذا عمل. نعم. ومنهم حتى عمل امريكي يعني اعمال مش لبنانيه نفذت في بيروت، كنت كمساعد مخرج جيد جدا. انتقلت بالصدفه قدام الكاميرا ومش الكابتن. نعم. يلي اختارني اختارتني الكاتبة جونفيف عطلة بشخصية راوية. نعم. بتلفين اسمه المحطة الأولى. وكان محطة أولى بالنسبة لي كممثلة. هناك كانت البداية بتلفين. نعم. تلفزيوني. نعم. عرشتي على جملة قلتيها ومررت عليها من بداية، منقول أنت متهم أنه لأنه بنته لشرف لفؤاد شرف الدين أنه أخذت هذه النجومية، لكن هون نتأكد أنه إطلالتك الأولى ما كانت من خلال الوالد. لا نجوميتي أخذتها من خلال شرف الدين. صحيح. أي. وما في ينكره. نعم. بمجرد ينقال جمانة شرف الدين انفتح نص الباب قدامي. فرصي بالعمل أكثر من غيري لأنه سبقني خط معين. نعم. موجود بالوسط الفني المعترف فيه، له طريقه له بصمته، فبطبيعة الحال بدون شك نجومية شرف الدين فتحت لي بواب كثيره. وشغله كل المفترض كل ابن او بنت تفتخر انه اهلها عم يفتحوا لها الطريق بالفن او بمصلحه ثانيه. هلا يمكن بيعطوني البوش الاولاني بعدين نفسك مفترض يا اثبت نفسي يا اما لا. وهذا دائما انا بترك الحكم للناس، انه الناس هي اللي خلتني استمر مش. نعم. انا. نعم. يعني انا بتذكر جيد جدا من خلال اول دور لعبته بالسينما مع الكابتن، كنت عم بلعب شخصيه طلعت على الشاشه 5 دقائق بفيلم اسمه الرقم الصعب. كنت بنته ل بنت فهمان عم بلعب. تركت بصمه كثير كبيره عند الناس. فساعتها الكابتن قال لي شو معنى لا كفي، وكفيت كمان من وراء طبعا مش مع الكابتن كمان. نعم. كان الكابتن بوقتها مش مبلش اخراج. اشتغلت مع عدد كثير كبير من المخرجين، رفيع حجار، سمير درويش، باسم ناصر، جورج غياد، احمد صقر، حسام الدين مصطفى. نعم. يوسف شرف الدين، ومن ثم فؤاد شرف الدين. رح نحكي بالتفصيل انتقالك لمصر ونجوميتك. نعم. من مصر كمان نرجع للاستاذ فؤاد. ذكرت اخوين شرف الدين، ونحن بلبنان معودين على العائلات الفنيه. هلا في ثلاثي اصبح بالعائله، من وين تراثكم الفني؟ على شو يعني انت تعتبر نفسك من اي طينه فنيه انطلقت؟ يعني بمين كنت متاثر باول شبابك؟ بمين كنت ماخوذ؟ خليني اقول لك ورح اكون صريح جدا. طبعا. يعني كنت دائما ماخوذ ولازلت بالاعمال الغربيه. ما اخذت ابدا بالاعمال العربيه، كنت دائما اقول في نقص بالانتاج، مش نقص بالتقنيه والناس. نعم. في نقص بالانتاج، ولازلت بقول هذا الشيء، ولازلت احلم انه نوصل للعالميه من خلال الانتاج العالي يلي يقدر ياخذ مواهبنا كلها، يقدر يظهر مواهبنا كلها. اليوم الموهبه لوحدها ما بتكفي. نعم. شغل الناس كلها صارت بتعرفها، الممثل مهما كان جيد اذا ما في الاداه الجيده يلي عم بتصوره والوقت الجيد والنص الجيد والمصروف الجيد لا يمكن انه يكون نجم ويصير عالمي او يخرق النطاق المحلي. صحيح. فتاثري كان دائم الحقيقه بالسينما الامريكيه. واضح من الاعمال اللي قدمتوها. يعني السينما الامريكيه مشهوره بالاكشن بالابهار وكملته صحيح. كملته لليوم بإيفانوفا، رح نحكي عنه اخر فيلم. صحيح. عرض. صحيح. هون بابو ظبي وعرض بالعالم العربي. صحيح. لكن فؤاد شرف الدين مثل ما ذكرت بالبدايه انت عانيت وجازفت وتعبت ولازلت الى اليوم ويمكن مش كل الناس مقدرين هذا الموضوع، يمكن توجه سهام الاتهامات لك، يمكن بعض الناس او المعجبين بيقدروا هذا الموضوع. انت فيت بمعركه صعبه جدا وادوات هذه المعركه مش موجوده مفقودة. هلا على شو عم تراهن؟ انا اللي بقوله دائما بمقابلاتي. نعم. الادوات موجوده في عدم ايمان الغرب. ما في دول عملت سينما، في رجال اعمال صناع سينما بقالب تجاري. للاسف الشديد بعدنا عنا الممولين ورجال الاعمال بصوره عامه. يعني احنا ما عندنا منتج فني.
عندنا ممول ببعض احيان بطريقه من الطرق نعم. بيقتنع بفيلم معين انه بيربح شيء معين الى اخره، وبالنتيجه بياخذ الربح وبيعمل غير شغله، بيعمل شغله ثانيه نعم. يعني بيكون هو ناقصه شيء لا يعمله. لغايه هلا رجال اعمالنا وللاسف الشديد انا بقولها بعد ما عندهم الفكر الفني انه الفن هو بالاضافه الى انه ثقافه مرآة تعكس ثقافة الشعوب، شعب بدون فن وطبعا اعلى انواع الفنون هي السينما، مش نعم. مش تعصبا للسينما، بس الفن السابع يطلق على السينما مش على التلفزيون او المسرح او الى اخره. اذا مرآة ثقافة الشعوب هي من خلال الصناعة الفنية اللي بيبتازوا فيها. انا اعجب ل 400 مليون عربي ما يلتقى لغاية هلا مؤسسات كبيرة، شركات كبيرة تعمل نسخة عن هوليود. للأسف الشديد حاليا نحن حتى بهوليود الشرق، ما كانت تسمى بهوليود الشرق بالقاهرة، في تراجع لورا، في تراجع كثير منأسف له كلنا، منأسف له كمشاهدين ومنأسف له كفنانين. مش هيدي السينما، السينما هي صناعة إذا انشغلت بشكل جيد وبتمويل جيد وبإدارة جيدة هي بنفس الوقت شغلة مربحة بالإضافة إلى ثقافتها وأنت تنقل. وأنا رح بعطي مثل بسيط، يعني خذ من الناس اللي بيروحوا على أمريكا للزيارة الأولى بتحسن أنه بيمشوا ببعض الشوارع بلوس أنجلوس خصوصي أو الطلعات والنزلات وكأنه هني بيعرفوها لأمريكا شايفين عبر هني من السينما شايفينها وراسخة بنظرة. فيما قبل طبعا من السينما المصرية كنا حافظين كلنا القاهرة مثل السينما، لذلك بحس الواحد بس يروح على القاهرة ما بيعرف ليش، بيقول لك أنا ماني غريب، هو منه غريب لأنه شايفها هو بالسينما، محفورة بذاكرته، محفورة بذهنه. فأنا بأسف إنه ما يكون في عنا سينما جامعة عربية، ما يكون عنا جهاز ما بعرف شو بدي أسميه، أنا ماني إنسان تجاري ولا إداري، جهاز ما، تمويل ما، وأنا ما عم بتوجه لدول، أنا بتوجه لرجال أعمال، تمويل ما لإطلاق صناعة سينمائية عربية شاملة بطريقة من الطرق وما بعرف. إذا بنطرح سؤال على جمعنا شرف الدين، نظرتك للأعمال اللي عم بيقدمها فؤاد شرف الدين، مش كونك بنته كفنانة مراقبة نعم، ومقارنة باللي عم بيحكي إنه بالنسبة للعالم الغربي أو أمريكا، كيف بتقيمي أو بتنظري لهالموضوع؟ يعني أنا رافقت مرحلتين من إعداد لاثنين يعني اثنين فيلم نعم. قصة سيناريو وإعداد وإخراج لإله نعم. الصرخة اللي نعم. هو بال89 وإيفانوفا اللي هو 99 مؤخرا. الصرخة عطى أقصى ما عنده. يعني عادة ممكن لما الفنان بيكون هو منتج منفذ ممكن انه يحسب الناحيه الماديه، فؤاد شرف الدين بحياته ما حسب، بالعكس على حسابه الشخصي خليني اقول، وحساب صحته وحساب راحته العائليه، لاني نعم. بالنهايه انا كمان عم شوفه بالبيت وحساب كل الاشياء الثانيه، كان يعطي اللي عمله اقصى ما عنده وينفذه باصعب ظروف. يعني صرخه تنفذ خلال الحرب نعم. وصلنا لايفانوفا لما صار انتاج العمل ما قبل انه يكون التقن تقبل، قبل انه تقنيه ايفانوفا تكون مثل ما كانت السينما بال89، انحط بالميزانيه الدولبي سان راوند كصوت انعمل بلندن، الطبع والتحميض ينعمل بكودك بلغاريا. معلش لو قطشتك، اكيد كمان بيهمه يحكي عن هول التقنيات، انا بدي اطلب منك بس انه نظرتك الى عمل الفن الجاهز. ايه انه هيدا اللي عم لك، يعني انا رافقت منطلق كثير قريب. ايه كثير قريب لاني رافقته بهدول الاثنين. ايه. يعني بس كمشاهده عاديه يعني انا لما بيجي، لا ما في شوف كمشاهده عاديه، لما انا بيجي بلاقي انه هو صح له يعمل انتاج هيدا الفيلم باقل من هيك ورفض. يعني الغايه منا ماديه، لو الغايه ماديه كان فؤاد شرف الدين هلا عنده ثروه وكنت انا بكون مرتاحه. عرفت كيف؟ بالصرخه انت كنت موجوده لاول فيلم سينما شاركت فيه بطوله. كنت عم بلعب بنته. بد كثير منيح. يعني كان بدي بنت فلقيت الاقربون اولى بالمعروف. هو بيشبهه سامي كمان بيشبهه. بدي نوه بشغله هي طبعا. بس حرام عن جد تنظلم معي بس تكون على فكره ايه. ولبعض اللي بيقولوا مثلا ليش بيجيب بنته؟ لانه شفتها طبعا بكذا عمل. خلينا نوه نحن جبرناك نكون سوا بنفس المقابله كمان. كان بهمك ما تكون، هي بهمها تكون لوحدها، هي بتكون مظلومه معي. ظلمناها؟ لا ما بتصور. لا
بأعمالي عن جد بتنظلم، وبعتقد إذا جودة العمل عم بتكون قياسها 80 أو 70% مما نعم. أطمح له أو 60% مما أطمح له بفضل وجودها هي، لأنه ما فيك تمون أنت على بطلة، بطلة عمل بتكون بدها تتدلل وتعمل، فأنا معي أنا ما في هذا الدلال، لذلك بشتغل كتير حلو لما هي بتكون بطلتي يعني على حسابها هي، ومني عم جاملها هلا، هاي الحقيقة هيك يعني. والصرخة من إخراجها صحيح، بطولتك أنت وجمانة صحيح. شرف الدين وجمانة شرف الدين ضيوف أماسي لهذه السهرة عبر قناة أبو ظبي. جمانة، فينا نتكلم عن البطولة بإيفانوفا مثل ما شفنا المشهد إلى جانب ممثل لبناني سامر غريب، شو شكل لك إيفانوفا كنقلة بأعمالك السينمائية؟ كسينما يعني إيفانوفا عمل لي بطولة، خليني أقول ركز لي مسيرتي الفنية يعني. البطولة أنا من أول ما ابتديت تقريبا كله بطلة مسلسلات إجمالا بكل المسلسلات اللي اشتغلتهم. إيفانوفا بالتحديد عمل لي بطولة فعلية لإلي، مش بطلة على الشاشة. حسيت بيني وبين جمانة في بطولة، كنت عم بلعب شخصيتين بإيفانوفا، مساحة الدورين مهمة، الظهور مش كتير، يمكن مش الظهور الكبير، في بكل موقف عم تطلع فيه كانت إيفانوفا أو نيكول في بطولة، في تناقض بالشخصيتين، في إني أنا عم بشتغل مع عدد كتير كبير من نجوم لبنان. نعم. لأول مرة بفيلم لبناني بيكون في هذا الكم من النجوم. حسيت إنه انتقلت من مرحلة فنية معينة لمرحلة تانية، يعني أنا ما فيي كنت أقول والله هذا المشهد تعباني ما إلي خاصية أو ما طالع عبالي أو مثلا ما بدي أعطي هالانفعال، لا، ما في لقطة من إيفانوفا ما اشتغلتها بإحساس كتير عالي وبتفاعلات من جوا. حتى يعني خاصة بشخصية إيفانوفا، أخلص المشهد لازم أطلع على مدير التصوير، على الكاميرامان، على الإكيب كله، انه اطلع في شوفهم التأثر بعيونهم، يعني انا عملت صح يعني. كان لازم، انا ما بقول للصح صح، لا هو ما بقول، انا بدي اسالك بمين بتتاثري، برأي مين اكثر شيء؟ اذا بدك صاحب التكنسيان اللي عم بيشتغلوا، لانه هول هن الوحيدين، لانه عطول مع الممثلين فممكن ما يتاثروا فيهم، لما بيلحقوا بيتاثروا بالممثل، يعني الممثل نجح بتوصيل ادائه. انا كنت كثير عندي كذا مشهد حزين بإيفانوفا، كنت بس اخلص لقيهم الكل دموع على عيونهم، بحس بي عن جد بفرح كبير، وباني عم بعطي. المعروف عن جمانة شرف الدين انه ما بتعتمد كثير على شكلك، يعني حتى بالفيل بعض المشاهد من دون ميك اب واللي قدمتيه بالماضي ما بيعتمد على الفتاة المودرن اذا فينا نسميها الشقرة، يعني كان عندك ادوار مركبة الى حد ما. الشغلة مانا صعبة، مانا سوري مانا سهلة. لا لك الأدوار المركبة أنا بعتبر إنه هي بتساعد بصقل موهبة الممثل أو الممثل. أنا كنت بدي يعني هون كان بدي إني آخذ خط بخليني أقول بيمشي بارلل مع خط نجومية بيت شرف الدين.
يعني هذا هم حملتي انت بدون شك بدون شك. اعتمدت على نفسي كممثلة اكثر تأثبت يعني الكابتن نجم من اول ما ابتدى. ما تبيني حد بتكوني نجمة. لا مش ما لانه نجم من اول ما ابتدى. نعم. فحتى ما يقال انه استعملت شكلها وعملت كل الاشياء اللي هي سهلة، مع انه كمان استعمال شكلها للممثلة منه هين. نعم. يعني انا مش عم بذنب الممثلة اللي بتستعمل شكلها. لانه خطر كمان خطر ان الممثلة تنحصر بهالادوار. انا ما انحصرت ولا بدور. نعم. انا لعبت كلها ادوار مختلفة ومتنوعة. فكنت عم جرب يمكن عم جرب بيني وبين نفسي اني اثبت للكابتن اني انا جيدة جدا كممثلة. نعم. يمكن هيك وطبعا وليوسف شرف الدين بنفس الوقت يعني تيختارني عم بثبت لهم انه شوفوا انا شو بعمل. فؤاد شرف الدين هالبوتقة من الفنانين الكتار والكبار بإيفانوفا، اختيارهم على مين؟ يعني مين قرار انه يختار الممثلين والاسماء؟ بالبداية والنهاية المخرج وبيستأنس برأي الكاتب. هلا كوني انا الكاتب. نعم. وانا المخرج. استأنس برأيي. استأنست برأيي. يعني طيب. كان عندي شخصية واحدة بس الشخصية اللي انا لعبتها، بالاساس انا ما كنت بدي العب هذه الشخصية. نعم. كان مرشح لها احد زملائي ببيروت، ما صارت الظروف. الشركة المنتجة الحقيقة هي اللي كان ممكن ما تكون بالفيلم. لا كان في دور لعبه الاستاذ عمر مئاتي فناننا الكبير. اكيد. كنت بدي العب هذا الدور، يعني الكوميسير او ضابط الشرطة المغلوب. نعم. على امره لاول مرة. اللي ما بيقدر يعمل شيء. عادة بلعب ضابط الشرطة العنيف انا. نعم. فحبيت هذا الدور انا وعم بكتبه وكاتبه باسمه ومسميه فؤاد يعني. هلأ الشركة المنتجة واستمزجوا اراء الموزعين انه بكل تواضع بقول انه اسم فؤاد شرف الدين بيجيب سينما، يعني بيعمل سينما، ماني محروق تلفزيونيا. نعم. يعني بقدر اني اجيب جمهور يعني. نعم. واعتذر الممثل لما لقيت بديل. مين كان الممثل؟ بس تفصح عنه ولا خليها؟ خلينا طبعا. طيب. صديق وعزيز جدا. طيب. هلا لظروف خاصة فيه هو. طيب ترتيب الأسماء بحشد الفنانين بالأفيش اللي كان موجود، مثلا تطلق البطولة على جمانة شرف الدين وسامر الغريب. بعدين في أسماء الممثلين الكبار أحمد الزين، شوقي متى. نعم. وبيير جماجي. هذا ترتيب أنتم بتعتمدوه؟ هل متعرف عليه؟ بعدين يدرج اسماء اخرين بعدين بالاشتراك مع ميشيل ثابت وانا انزغلي. يعني اليوم الكل مثل ما قالت جمانة، يعني ما رح زيد على اللي قالته، كل اللي كان موجود بإيفانوفا وبصوره خاصه انا بالنسبه لي انا. نعم. اللي نقل برجكتير انا بعتبره نجم، كونه نقل البرجكتير بدون ما يزعجني او بدون ما يطلع صوت، هني والممثلين عم يعملوا بروفا مثلا. فالكل نجوم والحقيقه الكل مدرسي بالنسبه لي انا، مش بس بالنسبه لجمانة. نعم. الكل اعتزيت اني اللي وقفت معهم قدام الكاميرا واللي وقفوا قدامي كمخرج وراء الكاميرا. نعم. هلا هيدي الطريقه متبعه امريكيا وعربيا ومصريا وين ما كان، يعني بدك باللون بتميز، باللون بتميز، بالحجم بتميز، طلوع انزول، بحيث انك ترضي الكل. نعم. يعني تقريبا بحيث انك ترضي الكل. طب بعض قدر المستطاع، بس بالنتيجة راضيين كل الشباب اللي تعاملوا؟ طب رضيوا كل اللي تعاملتوا معهم بالفيلم؟ هلأ هتتنهد هيك يعني في شيء؟ أنا بسمعه إنه الكل راضي. إيه. لا شو بقولوا لغيرك ما بتعرف؟ ما بعرف. وهون ما بيعودي من الأمر. أنا ما يقال بوجهي. طيب. مثلا أنا بعرف حبيبي أبو حسن أحمد الزين مع حفظ اللقب اللي قالوا هلأ، أنا بعرف إنه بيقولوا. نعم. وين ما كان و كنت موجود وقال لي اياه على التليفون من دون ما او ما بده يوصل الكلام هو بيقول. واكثرهم هيك. هلا البعض يمكن ما حس بتركيز اسمه ما غير صحيح، فانا بعتذر منه على الهواء، بس ما كان بالامكان غير هيك يعني. كلهم نجوم وكلهم